السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين اخوتي؟ بخير، كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. اللي مريض الله يشافيه، واللي مسجون يا ربي تلقى صراحه في هذا النهار الجمعه يا ربي. كلكم على علم اخوتي المغاربه بالجريمه النكراء اللي وقعت في الدار البيضاء، واللي راح ضحيتها واحد الشاب في مقتبل العمر 30، واللي صفاتها له هي واحد السيده كاريه عنده، والسبب راجع دائما الى الخمر. وربي سبحانه وتعالى حرم الخمر لان فيه مشاكل عديده، وانا دائما كنهضر في لي فيديو ديالي على هذه المشاكل هذه باش الناس يجتنبوا هاد المناكير ويجتنبوا هاد الموبقات باش ما يطيحوش في المشاكل. ولكن لا حياه لمن تنادي. لكي لا اطيل عليكم اخوتي، قبل ما ندخل في الموضوع جبت لكم حقائق مهمه، وجبت لكم يعني كي كنقولوا حلول بخصوص هاد المشاكل هادو باش تبعدوا على المشاكل الا بغيتوا تنجحوا في الحياه ديالكم وما تطيحوش في الشبكه باش ما تغرقوش في الحباسات الله يستر. قبل يا اخوتي ما نبدا في الموضوع ديالي غنستدل بواحد الايه اللي كتهضر على الخمر، حيت ربي منين كيقول شي حاجه ما كينطقش بها عبثا. ربي اش قال على الخمر؟ قال لك يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. سورة المائدة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاب لك كل شيء، لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى. ربي سبحانه وتعالى برلغ الرسالة أطرافي للرسول صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين، ماشي غير المسلمين، العالمين، للنصارى لليهود للمسلمين للحيوانات حشاكم أعز الله قدراكم للنبات. ولكن حنا ما كناخدوش العبر في الحياة وما كنستافدوش من هذا الشيء اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، لانما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء باش يوريك هذا الشيء هذا باش غدا ما يكونش عندك واحد الحجه، لئلا تكون لك حجه على الله غدا وتقول اودي انا ما في خباريش، راه كل شيء في خبارك. هاد السيده هذه شكون اللي وصلها لهاد الحاله هذه حتى قتلت هاد السيد حتى صفاتها له؟ خصنا نشوفوا لاباز ديال المشكل منين جا، الاساس المشكل، المشكل كيفاش حتى وصلت هذه السيده لهذ الحاله هذه، حيت هي اصلا يعني كبره في حي الشعبي، ما عندها لا ديبلومات مسكينه، ما قارياش، ما عندهاش مستوى ثقافي، ما عندهاش سالير، واحد المندا كتدخلها في الشهر. يعني الانسان كبر في واحد البيئه، وحنا كنقولوا الانسان ابن بيئته، واحد البيئه فقيره هشه، معرض لاقصاء الهشاشه، ما وصلش الدراسه ديالو، باه طلق امو منين كان صغير، عندهم مشاكل اجتماعيه عديده هي اللي كتخلق لك هذا الشيء هذا في التالي، حيت كيدخل القوقعه ديال المخدرات والشراب، لان ما لقاش لي اوريونتيه ويوجهو، عدم التوجيه هو اللي خصنا نحملوا المسؤوليه للمجتمع المدني والهيئات الحقوقيه، ماشي لهذ السيده اللي قتلت الروح. حيت هي ماشي غير جات وقتلات الروح من هذا النهار لغدا، الا ومرت بظروف في الحياه ديالها، عندها 4 ديال الاولاد مع ذاك السيد الاول، حامله من السيد الثاني، يعني مجهوله المصير كي كنقولوا. واحد السيد عايش في الدنيا معنا ولكن مسكين ما عارفش المصير ديالو، غير عايش من هذا النهار لغدا كي كنقولوا حنا، هذا النهار كياكل داك الشيء اللي كتب الله، كيقول لك غدا يحن الله. والاغلبيه ديال المغاربه في الاحياء الشعبيه عايشين بحال هكا، ما عندهمش مستقبل، المستقبل ديالهم مجهول، وهذا الشيء اللي كيخلق لهم ارتباك في الحياه ديالهم، وكيتعاطوا المخدرات والخمر باش ينساو المشاكل ديالهم. خصك تعالج المشكل من الديبار وتحمل المسؤوليه للمسؤولين، وما تكونش عندك لغه الخشب وتبقى تقول هي قتلت بنت الحرام خصها الحبس، هذاك خصو الاعدام. شكون اللي خلق لك هذا الشيء المشكل؟ منين جا يا عباد الله؟ راه المجتمع الغير صالح هو المجتمع الغير متعلم، المجتمع الامي. حنا ديما منين كنبغيو نهضروا في شي مشكل كنهضروا في التالي ديال المشكل، وما عمرك تلقى الحل لذاك المشكل. خصك تشوف الاول ديال المشكل كيفاش حتى وصلنا لذاك الشكل النهائي يعني ديال ذاك المشكل.
يعني واحد السيد قتل واحد السيد في واحد الجلسه خمريه، غنقولوا حنا واحد راه قتلوه، حنا عرفنا بان داك السيد قتلوه، ولكن عطينا الحل وكيفاش حتى وصل داك السيد تقتل داك السيد هذاك باش ما تكررش نفس الجريمه، وعطينا الناس امثله في الحياه باش يستافدوا منها ووعي الناس قري الناس، ماشي غنخرجوا نقولوا اودي راه هذاك قتل هذاك هنايا في سباته راه قتلوا ضربوا بجنوي كانوا جالسين في واحد الجلسه خمريه، عاود غدا نقولوا راه واحد قتل واحد في مولاي رشيد حيت كانوا جالسين في واحد الجلسه ديال القرقوبي، نبقاو نعاودوا نفس الهضره ونطغنوا كنعاودوا نفس الهضره، ما عمرك تلقى حلول للمشاكل ديالك. هاد السيده عندها مشاكل اجتماعيه عويصه اللي المجتمع المدني كيساهم في هاد الشيء هذا والهيئات الحقوقيه والمسؤولون ولي ديبيتي البرلمانيين وداك الشيء، هاد الشيء هذا مسؤولين عليه الجميع هاد المشكل هذا، باش هاد الناس هادو وصلوا لهاد الحاله هادي ديال القرقوبي وديال تعاطي المخدرات الخمر حيت عندهم مشاكل اجتماعيه في الحياه وما لقاوش اللي يوجههم، والاميه قلنا لكم الناس ما قاريينش حيت ما كاينينش جمعيات دي زورغانيزم كيقريو الناس ويوعيوهم، ما عندهمش اعانات، ما عنده فيني من تقلت الحيله الفقر الهشاشه الاقصاء، قلنا لكم راه هذا الشيء هو اللي كيوصل جرائم القتل، وهذا الشيء كاين حتى في الامريك لاتين في البرازيل، عندهم حتى هما في البرازيل الاحياء الفقيره المهمشه حتى هما عندهم القتل وداك الشيء حيت فقراء كيضطروا باش يسرقوا، علاش ديما الشفار كيكون من الحي الفقير، علاش ما كيكونش شي شفار ديال البساط في الطوبيسات من حي راقي مثلا من حي كاليفورنيا ولا يجي يسرق في الطوبيسات في المدينه، علاش؟ لان ما هو عنده جميع المؤهلات، عنده يعني الرفاهيه كي كنقولوا المجتمع البسيط الفقير المهمش ما كيطلبش الرفاهيه، كيطلب غير الخبز واتاي ويداوي ولادو الى مرضوا ويلبسوا ويعيشوا بحالهم بحال الناس ويقراوا صافي، هادشي اللي كيطلبوه، ما كيطلبوش هما الرفاهيه البورش ولا الفيراري، هادشي وما وصلولوش كي غيدير الانسان ما يتعاطاش المخدرات ويتعاطى الشراب باش ينسى الهموم ديالو. الانسان اللي كيتعاطى المخدرات، الدراري كلهم شباب في المغرب، فاش كتجلس مع شي واحد كيقول لك ما كاين ما يدار الخدمه والو القضيه معميه كنشوف غير الظلام، اللهم نكمي جوان باش تبان لي الدنيا زوينه ونريح وما ندير لا مشاكل لا والو، نمشي نعس في العشيه ناكل خبزه ناكل طرف د الخبز مع كاس د اتاي ونعس مرتاح، ما ندير لا مشاكل الوالديه ما ندير مشاكل لراسي، نكمي جوان ونريح مع راساتي. الجوان باش كيكالمي هو دماغه باش كيريح، هذا هو المشكل الحقيقي اللي خصنا نلقاو له الحل وخصنا نعالجوه، حيت حنا كنهضروا ديما في المشاكل التافهه وكنهضروا في شي مسائل اللي ما عندهاش علاقه بالجريمه، حيت الجريمه كتولد من الاقصاء والتهميش وقله الحيله، قلنا لكم منين ما كيكون عندك والو وكتكون مهمش فقير كتضطر باش تنسى المشاكل والهموم ديالك كتعطى المخدرات، ومن بعد يعني من كتدخل في قوقعات المخدرات والخمر اللي حرموا الله داكشي حرموا الله، دونك فتالي يعني كترتكب جريمه، لان الحرام ديما يعني لا يحمد عقباه كي كنقولوا الطريق ديالو مسدود، هذا هو المشكل اللي كيعاني منه المجتمع في المغرب. الانسان النهار اللي غادي يلقى اللي غتحل زعما هاد المشاكل هادو، يعني المسؤولون تكتف الجهود باش يحلوا هاد المشكل هذا العويص ديال القرقوبي وديال الحشيش، انا ذاك المغرب غادي يولي جنه وما غيبقاوش فيه الجرائم. تمسوا بخير اخوتي.